مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة ويوم جديد من ملعب الأهلي. النهاردة إن شاء الله هيكون عندنا العديد من الأمور اللي هنتكلم فيها، سواء اللي بتخص المنتخب الوطني الأول واللي تأهل رسميا لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون، أو أيضا كمان هنتكلم عن استعدادات النادي الأهلي الهامة جدا جدا لمباراة وفاق سطيف الجزائري في اياب دور نصف النهائي من دوري ابطال افريقيا، وهذه البطوله الهامه جدا. طبعا في البدايه لازم نبارك لمنتخب مصر الاول واللي قدر النهارده ان هو يحقق انتصار مهم جدا على فريق سواتيني نتيجه 2-0. احرز الاهداف احمد حجازي في الدقيقه 19 من الشوط الاول، والهدف الثاني احرزه نجم النادي الاهلي ونجم منتخب مصر مروان محسن في الدقيقه 53 من احداث المباراه. بالشكل ده او بالنتيجه دي خلاص النادي او منتخب مصر بالتحديد تاهل لنهائيات الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون، وخصوصا بعد ما قدر المنتخب التونسي ان هو يفوز على النيجر هناك في النيجر بنتيجه 2-1. فبالتالي خلاص تونس ومصر نبارك لهم ويتاهلوا رسميا لنهائيات الامم الافريقيه 2019، وده اكيد ده شيء مهم. وهنتكلم بالتفصيل طبعا عن هذه المباراه من الناحيه الفنيه مع ضيوفنا ونجوم ملعب الاهلي، سواء كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حماده صدري، او كابتن اسامه حسني. بعد قليل ان شاء الله هينضموا لنا هنا في الاستوديو ونتكلم اكثر تفصيلا سواء على المنتخب او ان شاء الله كمان على النادي الاهلي. لكن خلينا في البدايه كده نتكلم عن بعض الاخبار المهمه ونبتدي بمنتخب مصر، لان خلاص حدث كان مهم جدا النهارده وتاهلهم بشكل رسمي، ومباراه يمكن كانت جيده سواء من حيث الاداء او من حيث النتيجه ان انت تكسب بره ارضك، حتى لو المنتخب اللي انت قابلته مش بالمستوى الكبير، منتخب يعتبر ضعيف فريق او منتخب السويتني، لكن تبقى النتيجه مهمه جدا، وتاهل المنتخب من خلال هذه المباراه مهم جدا. فوز 2-0، اداء يمكن كان جيد، كان في بعض التجارب اللي عملها مستر اجيري المدير الفني المكسيكي للمنتخب الوطني، وبيعاونه كمان تيتو جارسيا وسلجادو وكابتن هاني رمزي اكيد. فبالتالي اكيد كان ليهم اهداف، كان ليهم اساسيات معينه عايزين يمشوا من خلالها علشان يحققوا الهدف الاهم والاسمى، هو التاهل لبطوله الامم الافريقيه، بغض النظر عن المنافسين اللي انت بتقابلهم. الاختبار الحقيقي اكيد هيكون امام المنتخب التونسي ان شاء الله، واللي هتكون مباراه مهمه رغم تاهل المنتخبين، لكن تبقى المنافسات الافريقيه القويه ما بين شمال افريقيا والمنتخبات العربيه بتظل مباريات قويه، ودايما كله عايز يكسب الثاني، وهيكون التحدي على مين اللي ياخد المركز الاول في المجموعه دي. لكن احنا زي ما احنا عارفين خلاص الاول والثاني تاهلوا رسميا منتخب تونس ومنتخب مصر. تونس كده عندها 12 نقطه بعد ما كسبت النهارده، المنتخب المصري عنده 9 نقاط، والنيجر واسواتيني عندهم كل واحد نقطه. بالتالي النهارده كابتن هاني رمزي المدرب العام لمنتخب مصر بعد المباراه يعني صرح تصريح وقال المنتخب تاثر بغياب محمد صلاح، ومباراه تونس ليست تحصيل حاصل. طبعا غياب محمد صلاح يمكن كان شيء محزن شويه بالنسبه للمنتخب والجهاز الفني، وايضا بالنسبه لكل المصريين اللي بيحبوا يتفرجوا دايما على نجم كبير جدا وميجا ستار هو محمد صلاح. اصيب في المباراه الاولى امام سواتيني هنا في القاهره وبالتحديد في استاد السلام بشد في العضله الضمه، بالتالي الجهاز الفني قرر ان هو ما يصطحبش محمد صلاح معاه لسواتيني. بالتالي اكيد يعني اثر غياب محمد صلاح، لكن ده ادى فرصه لبعض اللاعبين ان هم يشاركوا في هذه المباراه، ان هم يثبتوا حقيتهم بارتداء طبعا منتخب مصر. دي بعض اللقطات اللي معانا من مباراه المنتخب النهارده، لقطات مصوره. فبالتالي النهارده شارك حسين الشحات على حساب محمد صلاح، ولاعب اكيد مميز جدا وكلنا عارفينه حسين الشحات، وادى الشوط الاول بالتحديد بشكل جيد حتى خروجه مع بدايه الشوط الثاني ونزول احمد حسن كوكا. ايضا اعتقد النهارده مستر اجيري جرب طريقه لعب اخرى بدخول احمد حسن كوكا بجانب مروان محسن في بعض اوقات المباراه وبالتحديد مع بدايه الشوط الثاني. فبالتالي يعني اعتقد كان بيلعب 4-4-2 باثنين مهاجمين، دي حاجه جديده شويه على منتخب مصر. احنا عارفين الفتره اللي فاتت كلها كنا بنلعب تقريبا بمحمد صلاح بس بسبب طريقه مستر كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني. فبالتالي كابتن هاني رمزي قال كمان ان مباراه تونس مش هتكون تحصيل حاصل، مش هنلعب المباراه بنادي فيها واجب وخلاص، لا هيكون هدفنا دايما ان احنا نفوز، والهدف الاساسي بالنسبه لنا ان احنا نحتل صداره المجموعه، مش بس ان احنا نتاهل لنهائيات بطوله الامم الافريقيه في الكاميرون السنه الجايه، لا احنا كمان عايزين نتاهل كاول مجموعه، وده هدف اساسي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. قال كمان كابتن هاني رمزي ان بس منتخب مصر مش بيقتصر على محمد صلاح، كان عندنا عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي نقدر من خلالهم ان احنا نحقق الانتصارات حتى لو غاب محمد صلاح، وكان في
طبعا بعض الامور التكتيكيه اللي حصلت النهارده او اللي ظهرت خلال المباراه بشكل عام على مدار الشوطين. ايضا مستر اجيري اتكلم عن غياب محمد صلاح امام سويتني وقال لاعب مهم محمد صلاح بالطبع، لكن قال انا بدرب منتخب مصر مش بدرب محمد صلاح. ده شيء طبيعي وتصريح اعتقد مناسب جدا من مستر اجيري، هو عارف طبعا اهميه وقيمه محمد صلاح، ثالث احسن لعيب في العالم وثالث احسن لعيب في اوروبا وبينافس كمان على البالون دور خلال الفتره الجايه الكره الذهبيه، فبالتالي هو عارف قيمه محمد صلاح جيدا. لكن التصريح المهم جدا بالنسبه له وبالنسبه للناحيه النفسيه لبقيه اللاعبين ان انا مش بدرب محمد صلاح، انا بدرب منتخب مصر. ده على حد كلام مستر اجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وشايف ان هو عنده العديد من اللاعبين المهمين جدا يقدروا يقودوا المنتخب خلال الفتره الجايه، وان شاء الله ان هم يقدروا يحققوا النتائج المطلوبه والاداء المطلوب من خلالهم ان شاء الله، سواء عندنا تريزيجيه عندنا العديد من اللاعبين بصراحه، كمان ايمن اشرف قدم مباراه كبيره، احمد حجازي، محمد الشناوي، يعني طبيعي جدا ان المنتخب المصري يكون مليء بالعديد من النجوم. قال المنتخب النهارده، ده مستر اجيري طبعا، قال المنتخب النهارده ظهر بشكل جيد جدا سواء من الناحيه البدنيه او من الناحيه الفنيه، ولسه كمان خلال المراحل المقبله ان شاء الله هيبان شكل وتقييم مستر اجيري والمنتخب الوطني من خلال المباريات القويه، وهتكون اولها مباراه المنتخب التونسي، وهي اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه للمنتخب المصري، حتى لو خلاص الفرقتين صعدوا لنهائيات الامم الافريقيه. المطلوب طبعا من اتحاد الكوره ومطلوب من المنتخب المصري في الايام اللي يكون فيها مباريات دوليه ان الفريق يلعب او المنتخب يلعب مع بعض الفرق القويه على المستوى العالمي عشان المستوى يزيد شويه بالنسبه للاعبين، خصوصا ان احنا الثلاث مباريات اللي لعبناهم مباراه امام النيجر مباراه او فريق يعتبر ضعيف مش بالمستوى الكبير اللي نقدر نقيس من خلاله امكانيات المنتخب المصري وايضا امكانيات الجهاز الفني، وايضا كمان مباراه او مباراتي سواتني بالتحديد، فبالتالي لسه الحكم على الجهاز الفني واللاعبين، مش عايزين نستعجل في الحكم وفي نفس الوقت مش عايزين ناثر عليهم من الناحيه المعنويه. الناس عملوا او حققوا من خلال ثلاث مباريات اعتقد احرزنا 12 هدف، استقبلنا هدف وحيد، يعتبر شيء جيد بالنسبه للمنتخب الوطني، لكن ان شاء الله كمان الاهم المباريات القويه يبان فيها شخصيه منتخب كبير جدا زي المنتخب المصري، عنده 7 بطوله امم افريقيه، اكثر منتخب قدر يحقق هذه البطوله، عنده أرقام كبيرة جدا، لسه متأهل لنهايات كأس العالم الماضية، وهيكون أكيد هدف من ضمن الأهداف الأساسية للجهاز الفني الجديد وللاعبين إن شاء الله التأهل لنهايات كأس العالم 2022. مش عايزين نقعد فترة كبيرة تانية عقبال ما نتأهل لبطولة أو أهم بطولة زي بطولة كأس العالم. ده بالنسبة للمنتخب المصري، ولاحقا طبعا هنتكلم وهنحلل بشكل فني أكثر كمان عن هذه المباراة مع ضيوفنا الأعزاء اللي هيكونوا منورينا النهاردة في الاستوديو. طيب بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي عنده استعدادات قويه جدا لمباراه وفاق سطيف، زي ما احنا عارفين الفريق قدر ان هو يفوز في مباراه الذهاب استاد السلام بنتيجه 2-0 كانت قابله للزياده مع نهايه المباراه بالتحديد اخر 10 دقائق، النادي الاهلي كان قادر ان هو يحرز هدفين كمان على الاقل ويريح اموره شويه قبل مباراه العوده امام فريق وفاق سطيف، هتكون مباراه صعبه جدا خصوصا موجود او بعض العوامل اللي هتكون عقبه بالنسبه للنادي الاهلي. اوريدي لاعبي النادي الاهلي الجهاز الفني بقياده مستر بيرس كارتيرون متعودين على هذه العقبات في افريقيا، لكن عندك عقبه الملعب هتكون ارضيه ترسان، عندك عقبه الجمهور الكبير جدا، الجمهور الجزائري اللي يعني بيمتاز بالحماس الكبير جدا، ده ممكن ياثر ايضا على اللاعبين، لكن ان شاء الله الفريق هيكون قادر ان شاء الله ان هو يتاهل من الجزائر لنهائي هذه البطولة اللي وصلنا للنهائي طبعا الموسم الماضي امام فريق الوداد وما قدرناش ان احنا نفوز بالبطولة، ان شاء الله السنة دي نكون موفقين ويكون النادي الاهلي موفق والجهاز الفني واللاعبين في حصد هذا اللقب الغالي واللقب التاسع ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي من حيث القاب دوري ابطال افريقيا، وهي البطولة المهمة والاساسية بالنسبة لجمهور النادي الاهلي. كل البطولات بالنسبة للنادي الاهلي هي مهمة، وكل البطولات بالنسبة لجمهور النادي الاهلي لازم نكسبها ان شاء الله باذن الله، لكن الاهم نتكلم يعني بصراحة كده هي بطولة دوري ابطال افريقيا، مهم جدا ان هي ان شاء الله ترجع النادي الاهلي عشان من ثم ان شاء الله الفريق يقدر يتأهل لكأس العالم للاندية. بالتالي استعدادات قوية، النهاردة كان في مباراة ودية في اطار هذا الاستعداد بالنسبة للنادي الاهلي امام فريق المصرية للاتصالات، انتهت بنتيجة 6-0، احرز الاهداف وليد سليمان اللي بيستمر في تألقه خلال الفترات اللي فاتت وبالتحديد كمان من بداية الموسم، الراجل واخد الامور بمنتهى الجدية، رسمي ودي ما شاء الله، نمسك الخشب اهو، وليد سليمان هيكون يعني ان شاء الله احد العناصر المهمة في تأهل النادي الاهلي
لنهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله كمان نفوز بالبطوله. لاعب مهم احرز الهدف الاول النهارده من ضربه حره مباشره عند الثمان احمد حمودي، اللي يعني مستواه في ارتفاع مستمر، وده شيء جيد جدا وخبر سعيد جدا بالنسبه لكل الاهلاويه، لان احمد حمودي يعتبر من اللاعبين المميزين جدا، وراجل احترف في اوروبا فريق بازل ولعب على مستويات عاليه جدا، فبالتالي عودته لمستواه هيكون شيء جيد جدا بالنسبه للنادي الاهلي واضافه. بالتالي احمد حمودي يقال ان هو احرز هدف رائع. كل الاهداف بالمناسبه وكل المباراه بشكل عام هتذاع على قناه النادي الاهلي في تمام الساعه الواحدة صباحا، يعني بعد 3 ساعات إلا 10 دقائق من دلوقتي. ايضا احرز الاهداف كمان النهارده بخلاف وليد سلمان احمد حمودي، كمان عمرو سلية احرز هدف، احمد الشيخ، محمد نصير، ده احد نتاج قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وايضا ميدو جابر اللي طمن عليه الجهاز الفني بشكل كبير النهارده. زي ما احنا عارفين ميدو جابر كان يعني عنده اصابه خلال الفتره السابقه ابعدته عن النادي الاهلي بشويه، لكن الجهاز الفني بيجهز ميدو، هو احد العناصر تعتبر بقت مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، وشيء يحسب للجهاز الفني بقياده مستر باتريس كارتيرون ان ميدو جابر يعود لمستواه. كان مجمد لفترات مع النادي الاهلي فترات سابقه، لكن اعتقد بقى احد العناصر المهمه في صفوف الفريق، احرز هدف النهارده. بالتالي النتيجه خلصت 6-0 بالنسبه للنادي الاهلي، شيء معنوي جيد بالنسبه للفريق قبل مباراه يوم الثلاث اللي جاي، يعني بعد اسبوع من دلوقتي مباراه العوده امام فريق اوفاق ستيف. بمناسبه الفريق النهارده، بكره هيكون عندهم راحه، بكره هيبقى راحه بالنسبه للنادي الاهلي. مستر باتريس كارتيرون قرر ان بكره الفريق ما يتمرنش علشان ما يبقاش فيه احمال بدنيه كتير على اللاعبين قبل مباراه مهمه زي مباراه اوفاق ستيف. اكيد في برنامج تاهيلي، برنامج اعداد بدني مهم جدا بالنسبه للاعبين والجهاز الفني خلال الاسبوع ده، علشان ان شاء الله يكونوا لاقين بشكل كامل، وخصوصا في ظل عوده العديد من اللاعبين من الاصابه. يعني النهارده من ضمن مكاسب مباراه المصريه اتصالات عوده سعد سمير. سعد سمير احد العناصر المهمه جدا في خط دفاع النادي الاهلي، فبالتالي اكيد ده شيء مهم جدا، وانا بتكلم بالتحديد عن سعد سمير لانه هو مقيد في دوري ابطال افريقيا، عودته هتكون مهمه خصوصا في ظل غياب علي معلول. هو مش نفس مركز علي معلول، لكن لو اصبح جاهز سعد سمير هيشارك بشكل طبيعي جنب سالف كلوبالي كمساك، وهيرجع ايمن اشرف كباك ليفت، وهو احد اللاعبين المهمين كمان، فبالتالي الامور هتبقى ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. فبالتالي النهارده الاطمئنان على سعد سمير كان شيء جيد ومهم بالنسبه للجهاز الفني. ايضا كمان عوده بعد غياب طويل حوالي من 8 ل 10 شهور تقريبا، رامي ربيعه غايب من شهر واحد، النهارده خد بعض الدقائق في المباراه، وهو كان بقاله فترة عاد خلاص أو بقى لائق طبيا بشكل كبير للمشاركة في التدريبات الجماعية، فبالتالي الجهاز الفني اطمأن كمان على رامي ربيعة تحسبا أو بشكل كبير. كمان رامي ربيعة هيتم قيده في يناير عشان ينضم لصفوف الفريق ويكون متاح للجهاز الفني للمشاركة في المباريات الرسمية. فبالتالي النهاردة من ضمن المكاسب المهمة في مباراة المصرية للاتصالات عودة سعد سمير والاطمئنان عليه، وكمان عودة رامي ربيعة، وهو أحد الأوراق الهامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة لمنتخب مصر. فبالتالي ده شيء من او خبر من الاخبار المهمه والجيده جدا ونتاج مباراه اليوم. كمان عايزين نتكلم عن علي معلول. علي معلول غيابه اكيد هيكون مؤثر بشكل كبير جدا على النادي الاهلي، هو احد الركائز الاساسيه سواء بالنسبه للنادي الاهلي او المنتخب التونسي. اصيب مع نهايه مباراه وفاق ستيف، كان بيشوط شوطه كده جاله مزق في العضله الضمه، تم عرضه على طبيب النادي الاهلي في البدايه وشخص حالته بان هي مزق في العضله الضمه، بالتالي بعد كده راح على تونس طبيب المنتخب التونسي الممتاز بصراحه وشخص نفس التشخيص، تم عرض الاشعه على بعض الاطباء الالمانيين، كان في تفكير ان يبقى في جراحه بالنسبه لعلي معلول، تم الاستقرار في النهايه على ما يكونش في جراحه بالنسبه للاعب، ويتم حقنه بعض الحقن اللي هي من خلالها يتم تنشيط العضلة الضمة مرة أخرى. النهاردة كان أول يوم علي معلول يبتدي ياخد الجرعة الأولى من الحقن، وده أكيد شيء هيكون مهم بالنسبة له خلال البرنامج التأهيلي للتعافي من هذه الإصابة. إصابة رخمة شوية بلغة الكرة كده، إصابة العضلة الضمة بالنسبة لأي لعيب تبقى صعبة شوية وهتاخد وقت كبير. علي معلول هيغيب من 2.5 لـ3 شهور حتى عودته إن شاء الله للملاعب سالما. نتمنى لعلي معلول كل التوفيق خلال مرحلة علاجه عشان يرجع ويكون إضافة كالعادة بالنسبة للنادي الأهلي، وخصوصا الفترة الأخيرة بصراحة كان الراجل متألق بشكل كبير جدا وأحد مفاتيح لعب النادي الأهلي، لكن النادي الأهلي عنده العناصر البديلة اللي تقدر تعوض غياب علي معلول، سواء أيمن أشرف سواء صابر رحيل المتواجدين في القائمة الأفريقية. إن شاء الله نتمنى للفريق ككل كل التوفيق خلال المرحلة الهامة المقبلة.
احمد علاء كمان المدافع عن النادي الاهلي بيجري اشعه الاطمئنان على اصابته. احمد علاء يعني مران امبارح كان تعرض لكدمه كده خلال التدريبات الجماعيه، فبالتالي ما شاركش النهارده في المباراه الوديه امام مصريه اتصالات. بالمناسبه هو لاعب يعني بروميسنج زي ما بيقولوا كده، لاعب مبشر بشكل كبير جدا، مدافع جيد. هو طبعا مش مقيد في القائمه الافريقيه، فبالتالي الفتره دي هو بعيد عن الصوره، لكن ان شاء الله هيكون من احد العناصر المهمه جدا عقب بطوله دوري ابطال افريقيا طبقا للرؤيه الفنيه اكيد بالطبع، سواء لمستر باتريس كارترون او كابتن محمد يوسف مدير الكره والمدرب العام. فبالتالي احمد علاء هيعمل اشعه عشان يطمن على اصابته ومن ثم تحديد مده غيابه، وبعد كده ان شاء الله يعود للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي عشان يكون لائق للمشاركه في المباريات المحليه مش مباريات دوري ابطال افريقيا. نتمنى اكيد كل السلامه لكل لاعبي النادي الاهلي، خصوصا الفريق الفتره دي بيمر بالعديد من التحديات الهامه والصعبه جدا. عندك بطوله دوري ابطال افريقيا، عندك البطوله العربيه كاس مصر والدوري، كلها بطولات مهمة بالنسبة للنادي الأهلي. أي بطولة بيشارك فيها الفريق هدفه الأساسي هو تحقيق البطولة، لكن زي ما قلنا في البداية نركز على هدف أهم وهو دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق خلال هذه البطولة، يتخطى فريق أو عقبة كمان فريق وفاق سطيف، ومن ثم نشوف بقى هنقابل سواء أول أغسطس الأنجوليا أو حتى فريق الترجي التونسي، أيا كان هنقابل مين إن شاء الله النادي الأهلي يكون موفق في إسعاد جمهوره كالعادة ويرجع هذه البطولة دولاب بطولات النادي الأهلي. بعد الفاصل هيكون معانا طبعا نجومنا الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن حمادة صدقي، وأيضا كابتن أسامة حسني عشان نتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن مباراة مصر النهاردة أمام سواتني، وكمان عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة وفاق السيف الجزائري في إياب دور نصف نهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد فاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بينضم لي في هذه اللحظات هنا معانا في الاستوديو ملعب الاهلي طبعا نجوم مصر والنادي الاهلي السابقين كابتن شريف عبد المنعم، اهلا بيك منور. اهلا بيك امير، اهلا بيك. الحمد لله تمام. نورت يا كابتن شريف. كابتن اسامه حسني برحب بيك. ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كابتن حماده صدقي طبعا نجم مصر والنادي الاهلي برحب بيك. اهلا بيك يا امير، سعيد موجود معاك النهارده. ربنا يخليك، انا اسعد طبعا. أكيد هيكون حديثنا بشكل مفصل عن مباراة المنتخب النهارده أمام سويتني وتأهله بشكل رسمي خلاص لنهائيات الأمم الأفريقية 2019 في الكاميرون، وأيضا هنتكلم بشكل دقيق عن استعدادات النادي الأهلي لمباراة العودة أمام فريق وفاق سطيف، هذه المباراة الهامة جدا. لكن خلينا في البداية نتكلم عن المباراة اللي كانت النهارده وهي مباراة منتخب مصر وسويتني. كابتن شريف عبد المنعم، في البداية عايز اخد تقييمك لاداء المنتخب النهارده في المباراه، خصوصا الفريق خلاص او المنتخب حقق الفوز بنتيجه 2-0 وحقق الهدف الاساسي وهو التاهل لنهائيات الامم الافريقيه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انت قلت حقق الهدف الاساسي، وان كان اللعب بره مصر بيبقى له ظروف معينه حسب الارضيه بتاعت الملعب حسب الجو، انما كان النهارده كل شيء الحقيقه متوفر، الجو درجه حراره 24، الرطوبه 58، الارضيه مش وحشه يعني تعتبر 70-80% مش بطاله. انا معلش وانا بتفرج على المباراه النهارده حسيت ان احنا مستوى تاني بيلعب مستوى تالت. مهما احنا مستوى تاني بيلعب مستوى تالت، يعني مش ممكن. انا بتفرج على فرق المغرب وتونس والجزائر وعندهم استعدادات وعندهم استعداد يغيروا في الفرقه بسرعه زي ما احنا غيرنا. كل اللي احنا بنتفرج عليه ان احنا بقينا عندنا شكل هجومي شويه، وطلعنا بعض اللعيبه وعملنا لعيبه زي محمدي مثلا كان مكان احمد فتحي، انطلاقات محمدي، شريف ايمن اشرف من ناحيه الشمال، النهارده اتفرجنا على طارق حامد والنني بيعملوا سويتشات كده في نص الملعب، انما كله شكله بالعرضيات. يعني مش ده الفريق اللي انا الحقيقه بلعب مع مستوى يعتبر مدارس. انا كنت يعني متخيل ان احنا هنلعب هناك احسن ما لعبنا في مصر. فانا ببارك لهم الاول وما بقولش ان هم لعبوا وحش، انما ما ينفعش انا ابقى تحت تهديد او تحت برضو احساسي انا كمتفرج مش كراجل لعبت كوره ان انا بلعب فرق لازم يعني
اتخيل ان التفوق بتاعي لازم يكون فني اكتر من كده، لازم يكون جماعي اكتر من كده. هندي العذر للمدرب انه لسه بيدور، فتح لنا الباب النهارده في حسين الشحات. ماشي الحمد لله، يبقى لازم يتفتح للسوليه، لازم اشوف وليد سليمان موجود زي ما انت شايف، واختار احمد علي مثلا من المقاولين، وهو الراجل اتصاب. اللعيبه اللي بياخدها، في لعيبه كتير قوي في مصر المفروض تفتح الشكل وتتفرج عليه، لان الناس دي لو جت اعتقد هيدونا ثوابت ودونا قواعد في نص الملعب وفي المهاجمين ونقل الحركه كبير جدا. يعني احنا عندنا الفنيات ولكن ما زلنا لا نلتفت اليها. فانا بتمنى ان المباراه دي ما تشجعناش نتيجه، ولكن احنا ببارك بعوده حجازي. باهر محمدي بعيد شويه لسه عن التاقلم مع الفريق، خبرات لسه مش عنده، يعني راجل واقف انا مش عارفه اذا كان واقف ديفندر جنب محمدي ولا بيلعب ناحيه اليمين مايل او التعليمات بهذا الشكل. الشكل الديفندر حتى عندي بحس ان مفيش كفرنج، لما بيطلع ايمن اشرف ناحيه الشمال لقيت ابتديت اشوف ان النني بس هو اللي بيرجع الناحيه الثانيه، مع ان النني ده المفروض يبقى سبورت للناس الفراوده والمنطلقين عن تحت الفيرود اللي عندي، اللي هو الوحيد الاوحد برضو اللي مازال عندنا. مروان محسن هو اللي مستعد يحرز اهداف في العرضيات، فانا شايف ان يعني المكسب الوحيد من الماتشين لحد دلوقتي ده هو النتيجه وعمرو ورده. عمرو ورده بس الحقيقه يعني انا يعني ما قدرتش ادي لك تفاصيل اكتر عنه وانا بشرح دلوقتي، انما الكباتن طبعا اكيد طبعا هيستوفوا معاك الباقي. طيب كابتن حماده صدقي، شايف المباراه النهارده من الناحيه الفنيه ازاي، ومدى استفاده المنتخب من هذه المباراه، وتقييمك بشكل عام لاداء اللاعبين؟ بص، لازم نتكلم على مستر اجيري، بيشتغل على محورين من ساعه ما بدا. طبعا اكيد يمكن قلت الكلام ده قبل كده، قعدوا معاه شرح له الفتره السابقه كانت ايه. المحاور بيشتغل عليها التجديد التيم، وهو مصر على كده ومصر على يشتغل باعمار سنيه معينه. بدليل في لعيبه كبيره كابتن شريف بيتكلم عنها، الناس كلها بتتكلم على بعض اللعيبه يمكن سن اكبر شويه، مثلا زي وليد سليمان، زي احمد فتحي. لا، هو عنده قناعه بالتجديد ومصر على كده، ودي يعني وصل لنا الفكره ديت في يمكن ثلاث ماتشات. المحور الثاني حته الفكر اللي موجود قبل كده، ان مصر بتلعب كره دفاعيه، ان مصر مش عارف ايه، فالناس كلها بتتفرج، هو عارف الناس كلها مستنيه شكل هجوم. هو عارف الكلام ده كويس، فبيوصل الفكره، لا انا بشتغل بشكل هجومي. طريقه اللعب اللي بيلعب بيها اللي هي يمكن بدا المحور اللي موجود مثلا علي غزال في المباراه، اول مباراه لعبها قدام نايجر، اللي هو الراجل بينزل من تحت مع البناء مع السردبكين بيفتحوا، يبقى ثلاثه ورا فلات، واستغلال المحمدي، استغلال ايمن اشرف كاجنحه قدام مفتيح لعب. يمكن في الاول كان في صلاح وكان تريزيجيه برضه موجود وراس الحربه الموجود، وكان النني بيزيد شويه في نص ملعب، وكان معاه طارق حامد، ابتدى يغير بس نفس الفكره اللي هو بيلعب بيها. بيلعب بيها الشوط الاول. تمام. وخلال الماتشات بيغير. فهو شغال على محاور معينه مساعده في كده. المجموعه السهله، تغيير النظام بتاع الوصول اثناء البطوله، وده حاجه غريبه جدا ان الاتحاد الافريقي بيغير. حاجه كويسه بالنسبه لنا. طبعا انا بغير البتاع، بقول لك اول وثاني يوصلوا على طول، عشان هو في الاول طبعا في البدايه كان الفريق اللي بيحتل صداره المجموعه من كل المجاميع هو اللي بيوصل للنهائي، واحسن ثلاث تواني. فالنظام ده برضو سهل على مستر اجيري كتير جدا طبعا، واداله الفرصه، فدي حاجه يعني في صالحنا، اللي هو كجهاز فني جديد عنده وقت متسع من الوقت، ان هو بيوصل بسهوله كاس الامم، ما عندوش ضغط اللي انت خلاص هتلعب انت وتونس، مين اللي فيكم يوصل؟ لا، انتوا الاثنين وصلتوا قبل اخر جولتين، فعنده الفرصه اللي يقدر يشتغل بيها. شفناه بيشتغل باكثر من طريقه، يعني شفناه لعب بالثلاثه 4-3 واعتماده على الاطراف، الاطراف الدفاعيه والاطراف الهجوميه. تمام. بيشتغل بيهم بشكل كويس، بغض النظر عن ان الخصم ضعيف جدا، يعني مش عايزين نقول دي حقيقة، بس الجديه موجوده في الملعب، التنفيذ موجود بشكل كويس. غير الطريقه ل 4-4-2 النهارده في وقت معين، قلبها بعد كده 4-2-3-1. في مرونه اللعيبه، طبعا اللعيبه الكبير عنده مرونه، بيعرف يغير، فده اسلوب كويس كمدرب.
ولكن في بعض اخطاء في الملعب لو بتلعب فريق قوي ممكن تكلفك كتير. يعني في اكتر من كوره في التحولات بتاعت الفرقه الثانيه بتلاقي مساحات اتظهرت عندنا، فده كويس بالنسبه لمستر جيري بيشوف الحاجات ديت، ده بيديله وقت اللي يقدر يصلح، يقدر يشوف جرب لعيبه كتير النهارده، ده حاجه كويسه. بالزبط. حسين الشحات اول مره نشوفه، محمد محمود شفناه بشكل كويس، وجود طارق حامد طبعا مدي ربط كويس جدا، عنصر مهم واصبح خبره كمان، ومعاه النني جنبيه، فتلاقي الاثنين عاملين ربط كويس. عمرو بتاع ورده، عمرو ورده لعب بشكل جيد جدا كصانع لعب، كراز بيكمل تحت المهاجمين، بيبقى محتاجه على الطرف، بيروح على الطرف كويس جدا بيشتغل. يمكن انا بس يمكن اكثر من مذيع او محلل بيتكلم على محمد صلاح، بيقول لك احنا خلاص بقت فرقه جماعيه مش فرقه محمد صلاح. ده كلام يعني كل الفرق لازم عندك لعيب يعني جامد زي محمد صلاح. هنيجي لجزئيه محمد صلاح يا كابتن حماده لاحقا، لكن خليني لكن انا بشوف الهجوم يعني الناس بتتكلم اقول لك لا الكره الجماعيه والفرق، لازم عندك كره جماعيه عندك، ولازم عندك مهارات فرديه بالظبط تخلص معاك الدنيا. هو بيفرق مع ليفربول برضه كابتن حماده، ما انا عارف غيابه بيأثر طبعا، بس لا في ناس بتتك قوي على الحته دي. لا طبعا وجوده مهم جدا. فالشكل طبعا زي ما قلت لك، طبعا النتائج جيده الحمد لله، وصلت بدري، عنده وقت من فلازم ناجل الحكم برضه على مستر اكيد، لازم ناجل لقدام والوقت يساعده ان شاء الله يقدر يعمل تيم باصص لبطوله كاس الامم نفسها وباصين لوصول كاس العالم. تمام، فعنده الوقت اللي يقدر يشتغل فيه، ما فيش ضغط فيه يعني. تمام. طيب كابتن اسامه حسني، عايز اسالك على المنتخب، وهل ممكن قياس القدرات الهجوميه لمنتخب مصر والقدرات الدفاعيه للمنتخب من خلال ثلاث مباريات ضعيفه في المستوى او فرق ضعيفه كنا بنلعبها زي دول، سواء النايجر او مباراتي اسواتني؟ يعني احنا احرزنا 12 هدف، استقبلنا هدف واحد، ممكن نحكم على القدرات الهجوميه وانت بتقابل منتخب ضعيف احرز او منتخبات ضعيفه احرزت فيه 12 هدف، وايضا القدرات الدفاعيه وانت بتواجه ايضا هجوم ضعيف في الثلاث منتخبات؟ هو بس عايز يعني اضيف حاجه لكلام كابتن حماده. بالنسبه للمستر اجيرو، هو لسه جاي جديد على الكره المصريه. تمام. وعايز يطبق الفكر اللي هو بتاع سياسه التدوير ما بين اللعيبه او سياسه تغيير التيم. وعايز يتم الدفع بعناصر شابه وعناصر جديده، ويبدا يغير بقى، ينزل بالاعمار السنيه. تمام. وهو وضح برغم تالق وليد سليمان خلال الفتره اللي فاتت واحمد فتحي، لكن بدا يتم الدفع بعناصر شابه زي ما قلنا، في باهر محمدي، زي ما قلنا في محمد محمود، في زي ما بدا يدي فرصه لحسين الشحات. المهم الوقت والظروف اللي هي تسمح لك انك تقدر تطبق الفكر بتاعك ده. لو النهارده اول مباراه لمستر اجيري جاي عليها في مصر ومباراه مهمه زي تونس، استحاله انه يبدا يدي الفرص دي. ما كانش هيبقى نفس التشكيل، مش هيبقى نفس التشكيل ونفس السيستم اللي هو بيلعب بيه. لكن الظروف هي اللي ممكن تخدمه انه يطبق السياسه بتاعته. النهارده لما يجي على مباراه زي النايجر، ماتشين برضو يعني انا بقول عليهم تمرينتين، مش هقول ماتشين يعني دي تمرينه. اسواتني، فدي فرصة انه يبدأ يتم الدفع ويبدأ يتم السياسة اللي هو عايز يشتغل عليها. النهاردة ما شاء الله بدأ يتم الدفع بمحمد محمد محمود طبعا، وده من العناصر والوجوه الشابة ان شاء الله اللي نقدر نشوفها بعد كده في مستقبل مصر، بس لما يبدأ يكتسب خبرات اكيد. برضو باهر محمدي، لو الظروف لو انت رحت لعب تونس يعني صعب تدي باهر محمدي، اكيد هتعتمد على الخبرات، ممكن ترجع لاحمد فتحي او ترجع لوليد سليمان، ترجع للعناصر الخبر. لكن هي الظروف مساعداه، وده كويس في بدايه انك بتكون تيم. التجربه الحقيقيه للمستر اجيري، بالرغم من مصر الحمد لله وصلنا كاس امم، تونس وصلت كاس امم، هتبقى التجربه الحقيقيه مباراه تونس، مباراه تونس حتى لو هي خلاص يعني انت خارج يعني تاهلت وهم تاهلوا، لكن برضو مباراه شمال افريقيا بتاخد الطابع الجدي مهما كانت ظروف المباراه. فهي دي المباراه اللي هتبقى ليها شكل. طبعا يعني حته 12 هدف في ثلاث مباريات، ده برضو يبين لك ان في اهتمام من اللعيبه، في اهتمام من الجهاز الفني بمدى اهميه المباريات، في تركيز كبير، فدي حاجه تحسب طبعا لاجيري واللعيبه ان هو والجهاز انه قدر يوصل اللعيبه للمسؤوليه والاهتمام بكل مباراة، سواء انت فريق ضعيف او سواء فريق قوي. لكن الحاجه برضو الايجابيه من خلال مباراه منتخب مصر، مباراه سواتين، الماتشين دي للنادي الاهلي بقى. تمام. هي عوده ايمن اشرف الباكلف اكيد بعد اصابه علي معلول. علي معلول النهارده هيغيب فتره شهرين،
عنده تلاتة يعني قطع في العضله الضمه وده هتقعد فتره، حتى لما يرجع هيبقى فيه برضه شويه حذر في عضله الملعب. فالنهارده انك تبدا تثبت ايمن اشرف الحته الباك ليف دي ويبدا يشتغل فيها ماتشين، يبدا يتعود على المكان ويتاقلم نفسه فيها مره ثانيه. النهارده برضه هو كان بيلعب مساك فتره طويله، لما تاخده من مساك تبدا تلعبه باك ليف، فانت محتاج الوقت ده الحساسيه بتاعت المكان. الحساسيه دي، فكويس انك بتحطه في مكان وفي مباراه دوليه ومباراه رسميه برضه يبدا، عشان احنا عندنا برضه مباراه فاق الصيف ماتش مهم، وايمن اشرف ان شاء الله يكون موجود في الحته دي. تمام. الحاجه الثانيه برضه من ضمن الاجابات عندك مروان محسن. مروان محسن كان بقاله فتره كبيره غايب عن الملعب، النهارده رجع في مباراه الاتحاد واحرز هدف، وما كانش لسه بكمل لياقته البدنيه، لكن بالرغم انه احرز هدف وبدا يظهر بشكل مميز، النهارده انه يكون موجود في الماتشين بتوع سواتني، المباراه اللي فاتت عمل اسيست في الكره اللي فوتها جه من ورا عمرو ورده واحرزها، والنهارده بيحرز هدف، فبدا برضه انت بتكسب لاعب للنادي الاهلي خلال مباراه التصفيات. ترجع له والحاسه التهديفيه دي من الحاجات الايجابيه النهارده في مباراه منتخب مصر. محمد الشناوي النهارده برضو المباراه اللي فاتت قال الهدف وتمركز محمد الشناوي ممكن يكون خطا، لا النهارده برضو بياخد ثقه بيبدا يرجع لفورمته، النهارده ما دخلش فيه هدف، ففي النهارده ايجابيات كويسه جدا. طبعا حسين الشحات، حسين الشحات من اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم في كاس العالم وقبل كاس العالم لازم واحد بحسين الشحات بالمستوى اللي بيظهر فيه في الدوري الاماراتي واخد احسن لاعب السنه اللي فاتت، لازم كان يستحق فرصه مع منتخب مصر طبعا. وبالرغم ان هو لعيب كبير احنا مش هنقول فرصه، لازم يشارك. فالنهارده حسين الشحات انه بدا يدخل بدا يديله مستر راجيري، فدي سياسه كويسه جدا من مستر راجيري. تمام. حاجه بقى الاخيره بس طبعا. عايز اعلق عليها محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه انا شايفه من وجهه نظري لا يقل اهميه عن محمد صلاح طبعا. من العناصر طبعا. المهمه جدا جدا جدا، كان في مشوار تصفيات مصر في كاس العالم بطوله افريقيا اللي فاتت وفي كاس العالم، لكن ما ينقص تريزيجيه هي حته انهاء الهجمه دي ما شاء الله. محمد صلاح عجون محمد صلاح ما شاء الله دي ظهرت عنده بشكل مميز جدا. على فكره محمد صلاح في بداياته مع بازل كان بيضيع اهداف لا ده في المقاولين كمان، يرجع بقى للمقاولين اكتر واحد في الدوري المصري لما لعب في المقاولين في بداياته كان بيوصل للجون ومن اسرع من اقرب مكان ومن اسرع مكان لكن كان عنده حته اهدار الفرص دي. تمام. النهارده لو تريزيجيه ركز على الحته دي واشتغل على نهاية الهجمه بشكل كبير هيكون له شان كبير جدا مع منتخب مصر. طيب كابتن شريف، وضحت الاستراتيجيه الهجوميه بتاعت الجهاز الفني بقياده مستر اجيري في ثلاث مباريات بشكل عام. الاستراتيجيه الدفاعيه هل بانت خلال المباريات دي ولا ما نقدرش نحكم لان احنا ما شفناش هجمات كتير خلال الثلاث مباريات على مرمى منتخب مصر؟ لا انت عندك حريه هنا تحرر للعيبه اللي هي في منتصف الملعب ان هي بيعمل لك حاله تعويضيه للشكل حتى الدفاعي اللي انت بتلعب بيه. يعني انا لحد النهارده حتى حجازي كان غايب قبل كده وكان في اصابه او تعاقب كموقوف ايقاف، فانه بيرجع تاني وبيندمج تاني مع زي ما قال كابتن حماده في علي غزال كان موجود قبل كده، فهو النهارده هو في عمليه تجارب مش هيبان لنا الشكل او مش هنستفيد الا لو لعبنا قدام فرقه جامده. يعني لازم نلعب قدام فرقه عندها امكانيات تظهر امكانيات اللعيبه اللي عندنا دي وتثبت قد ايه اللعيبه دي بتاعتنا على مستوى خططي زي ما قال كابتن حماده، وقال انا النهارده الراجل عنده كذا كذا شكل بيشتغل بيه في الملعب. اسامه قال لك الراجل الحقيقه خدنا منه ايجابيات كتير قوي، حرر لعيبه وشفنا باك ليفت بيطلع وشفنا المحمدي لاول مره بنشوفه بهذا الشكل على طول رايح جاي، انما الشكل مع الفرق الكبيره مش هيبقى بهذا التحرر، هيبقى فيه التزامات، هيبقى فيه تعليمات طبعا. هيبقى فيه لاعب عارف امكانيه. النهارده انا بشوف ايمن اشرف بيطلع باك ليفت ومش فارق معاه يرجع امتى، مش حاسس بخطوره اللعيبه اللي بيلعب قدامها انها تقدر تعمل حاله تعويضيه ويعملوا عليه كونتر اتاك سريع يقدر يوصلوا بيه المرمى عندنا. شايف ان اللعيبه على قد مستوى اللعيبه اللي قدامهم كديفندرز بتوعنا بيسلموا ويستلموا من طارق حامد بسهوله، حتى الفرقه اللي بتلعبك مفيش ضغط عليك. بالضبط. انما انا مش هقدر اجاوبك على هذا السؤال الا لما تبقى في فرقه زي تونس عندنا المساكني وعندنا مش عندنا اسماء بقى هنتعرض ليها، احنا زي ما احنا هنلاعب الاهلي كده وفريق الصيف عندنا لعيبه شفناها هنا في مصر شكلها عامل ازاي، فانت من اول الاختبارات اللي جايه لك بعوده سعد سمير وايمن اشرف باك ليفت والغيابات اللي عندك هي دي برده موضوع قوام المنتخب اللي عندك طبعا. عوده علي جبري للراجل برده في المنتخب، يعني في ناس دويتات، يعني انا لما بشوف علي جبري الحقيقه مع حجازي مهما كان اذا كان بيبقى فيه اخطاء بس مش زي
الفراغ اللي اتكلموا عنه كباتن في الملعب، الملعب فيه فراغ زي ما حمادي قال، الكره بتترد عليا في فراغ، في سبيس، في بتاع 10 يارده او 15 يارده تقدر اي لعيب يتحرك فيه يستلم عندي بسهوله، ويقدر يهددني ويقدر يطلع من الاطراف يمين وشمال. النهارده كذا فرصه جت في الشوط الاولاني كانوا ممكن يحرزوا منها اهداف في الحقيقه باخطاء بسيطه. فهو انا لحد دلوقتي مش شايف قوام جديد اكتر من غيابات اساسيين. يعني انا الحمد لله ان اللعيبه نفسها هي اللي طورت نفسها جوه الملعب، طلبات المدرب بتتحقق بس انا حاسس ان في مصر عندها لعيبه تانية تقدر تحقق لي. يعني حسين الشحات في وجود محمد صلاح اعتقد ان مستواه هيبقى حاجه تانية، مع الكلام اللي قاله اسامه على تريزيجيه في فورما برفورمانس اعلى من كده وتركيز اعلى من كده ودخول وخروج زي ما هو النهارده كان بيقطع من الشمال لليمين وبيروح ناحيه السنتر فيرود وبيوصل، لان قبل ما بتوصله بتبقى كورنر او حاجه زي كده، عنده النيرف وعنده كل حاجه. بس دي فرقه يتلعب عليها زي ما احنا عايزين، دي فرقه احنا نفسنا من غير ما المدرب يقول لنا اي حاجه نقدر نعمل سيستم عليهم واحنا في الملعب. فبنتمنى ان كل المجهود الكبير او اللي بيعمله الراجل غفير اللي هو المكسيكي مع هاني رمزي مع احمد ناجي بحراسه برضو لازم يفضل موالي مع حجازي ويشوف البديل لحجازي كمان. انا شايف حجازي يعني حاسس انه بقى ذا وان اند اونلي، يعني الاول والاخير في الحكايه. لا مش هينفع، لازم احس بالبدائل زي ما بحسها في وسط الملعب، وبحس بالبدائل بتحصل وتغييرات وهو بيجرب. النهارده جايب لي سام مورسي ده كان من ايام كوبر واستغنى عنه كوبر ورجعه كوبر، يعني هو برضو عنده رؤيه بيشوف بعينيه اللعيبه. احنا بالنسبه لنا يمكن كلاعيبه كوره او كجماهير ما انتجوش بالنسبه لنا، ما وفقوش بالنسبه لنا ان هم يدونا نتيجه نسال عنهم هم فين. يعني لو ما جاش وكان عندنا باكليفت اللي لعب في فرنسا اسمه ايه؟ كريم حافظ برضو احنا يعني هو يستخدم كريم حافظ ولا لا مش فاكر، لا ما جابوش لحد دلوقتي. ده برضه هنيجي ممكن يحصل اي حاجه نبص ليه كريم حافظ ده موجود في الصوره، لانه ده تحت الامر يجي في اي وقت. ففي لعيبه عندك كتير جدا، انما في كوكبه معينه ان هو يعرف يشكل فريق معين احس بالباور بقى بصراحه ان انا عندي فعلا زي ما انا بشوف اللعب على الفرق السهله اللي هو اليمين بيطلع والشمال بيطلع وصلاح موجود ومفيش اصابات وبيتحرك، وزي ما قال اسامه تريزيجيه في المسمار بتاعنا اللي هو طارق حامد الحقيقه، حسين الشحات بيضيف نقل الحركه بيعوضني عن عبد الله السعيد والناس دي، في سرعات، في ناس بتعمل سويتشات. لو جاي فيا جون يعني لحد دلوقتي ما تعرضناش ان احنا بيخش فينا جون الاول، احنا اي فرقه في مصر بتخش فيها جون الاول بتنهار الى ان تستكمل وتعود للملعب تاني. فاحنا عايزين ان هو يوفق في يعني في زي ما عمل محمد محمود كده وتستخدمه وهيجيب احمد علي، عايزين مع مروان محسن مع كوكا مع النادي عايزين هو يبقى قاعد عنده البديل الاول والتاني والتالت لكل لعيب موجود يحسسني انا حتى كجماهير مصر وكمعللين وكناس بتحب مصر كلها ان احنا عارفين ان احنا عندنا فرقه قويه جدا الحقيقه مش هتتهز، لا احنا الاقوى واحنا نستاهل نكسب، مش عايزين نرجع لنغمه احنا بندافع وبعدين احنا بنخطف جول زي ماتش المغرب كده ما عملناه بتاع جون كهربا. لا احنا عايزين يبقى لنا عماد في الملعب وعواميد كتير قوي راسخه كده في الملعب. عشان كده دايما وبكرر وبقول ان الراجل اللي اسمه سوليه ده لازم يكون موجود. يعني طيب كابتن حماده صدقي شايف مين العناصر اللي قدرت تستغل الفرصه في ثلاث مباريات سهله زي دي وفي ظل بعض الغيابات واستبعادات بعض اللاعبين سواء احمد فتحي وليد سليمان لاعبين كبار غياب محمد صلاح، مين العناصر اللي شايفها خلال ثلاث مباريات بشكل عام استغلوا الفرصه؟ عندك ايمن اشرف بيلعب بشكل اساسي لاول مره مع المنتخب المصري، عندك حسين الشحات، عندك عمرو طارق، عندك علي غزال، عندك احمد حسن كوكا لعب برضه بعض الفترات سواء مباراه دي. حسن كوكا قديم اوكي بس ما كانش بيلعب بشكل كبير، مش اساسي بقى له فتره. يمكن ما اقدرش اقول غير ايمن اشرف، هو ايمن اشرف اللي استغل الفرصه وظهر بشكل جيد وقدر يدخل بشكل كويس في التيم. ودايما في منتخب مصر بتلاقي اللعيب اللي بيلعب في اكتر من مركز وبيجيد. يعني ايمن اشرف بيجيد في المساك وبيجيد في الباك ليفت بشكل كويس. تمام. العناصر القديمه هي اللي ظاهره في يمكن من خلال الماتشات. مش عايزين نسبق الاحداث في الحكم على اللعيبه ولا على المدرب. لسه قدامنا لما يعني عند ماتش تونس، برضه ماتش تونس هتلاقيه يعني الماتش تحصيل حاصل للفرقتين.
الماتشات الوديه في الاجنده الدوليه طبعا ده لازم يستغلها مع فرق قويه عشان يقدر يقف على التيم بتاعه لما يبقى في ضغط عليه، يبقى في فرقه بتهاجمك بقوه. القرارات بتاعت اللعيبه النهارده او الماتشات اللي فاتت القرار سهل، ما فيش ضغط عليا بالظبط، فبدي القرار لكن واخدين راحتهم يعني. القرار بتاعي وقت الضغط هيبقى عامل ازاي؟ اللعيبه نفسها الشخصيه بتاعتي حبان وقت الضغط. يمكن في كوره خطا من باير في باص في التحضير من تحت بالظبط كانت ممكن تروح انفراد. انت هتلاقي في طول الوقت الفرق الكبيره بتعمل عليك ضغط قوي جدا. الفرق اللي هي في الوقت الوقت الحاسم في كاس امم، في ادوار تصفيات كاس عالم، اكيد هيقع معاك في المجموعه فرقه او اثنين تقال جدا طبعا. هي دي يعني، هو عايز ان شاء الله يوصل، لما يوصل الماتشات دي يبقى قدر يعمل التيم الصح، قدر يقف على قدرات لعيبته بشكل كويس جدا. يعني اللي بيعمله دلوقتي حاجه كويسه، هو بيشوف القدرات، بيستكشف قدرات لعيبته. يبقى هيبان اكتر لما بتيجي فرقه قويه تيجي تلعبني. فمش عايز اسبق الحكم على اللعيبه، مش عايز اقول لك مين ظهر ومين ما ظهرش. اللعيبه اللي عندها خبرات طبعا طارق حامد المني واقفين بشكل كويس، احمد حجازي. انا بتكلم على اللعيبه الجداد بالتحديد يا كابتن حماده يعني. لا ما تقدرش برضه، دي كانت فرصه بالنسبه لهم، ما هي فرصه ظهروا بشكل كويس. لكن ما اقدرش احكم عليهم يعني، طارق حكمت عليه والنني حكمت عليه عشان خاضوا ماتشات قويه جدا قبل كده في مواقف معينه، في مباراه نهائيه توصلك كاس عالم، مباراه وتوصلك كاس امم، مباراه يعني فاينل افريقيا. ففي دولت عندهم الخبرات. لكن حسين الشحات لسه ما لعبش ماتش قوي، لعيب كويس جدا طبعا وعنده من الخبرات في دوري قوي، لكن الشخصيه موجوده يا كابتن. الشخصيه موجوده. واللي عاجبني برضو اكتر في الفريق ان هو بينفذ في حاجه متقاله له بينفذها في الملعب. يعني في شكل المفاتيح بتاعتي المحمدي وايمن اشرف بيشتغلوا بشكل كويس. بيشتغلوا لما كان صلاح بيلعب وتريزيجيه، النهارده حسين الشحات وتريزيجيه، الاثنين ازاي بيعملوا مساحه ليهم بيشتغلوا. ده فكر بتاع مدرب قال هنشتغل الناحيه الهجوميه بتاعتنا عامله ازاي، بندافع ازاي. وقف طارق حامد في التحضير، وقف علي غزال لما كان بيلعب في المكان ده لما يجي يحضر مع الثلاثه اللي ورا بيحضروا ازاي، تحرك نص الملعب مني وورده بيتحركوا ازاي مع بعض. واضح ان في شغل بيتعمل في الملعب من المدرب. تمام. يعني سيبك من الخصم، يعني ممكن الخصم ده يخلي الماتش مفيش جديه، الخصم ضعيف جدا، ممكن لا اللعيبه واخده الامور بجديه، يمكن فترات كتيره في الماتش واخدها بجديه. تمام. لكن في فترات يعني زي الماتش اللي فات اللي كان في مصر هنا، الشوط الثاني كان سيء، يعني كان سيء، اللعيبه ما خدتش الماتش بجديه. الشوط الثاني، الشوط الاولاني بجديه 4-0، الشوط الثاني قلوا شويه، والتغييرات بتغير شكل السيستم بتاع اللعب، تغيير الطريقه. هو الراجل بيجرب كذا حاجه، يعني في وجود علي غزال بيجرب شكل معين، لما يطلع علي غزال وينزل ورده فالشكل اتغير في نص الملعب. بالظبط. كان بدا بلعب بثلاثه ديفندر، لعبت باثنين بس وواحد قدامهم. فالشكل بيتغير. النهارده شفنا اول مره نشوف 4-4-2 لما لعب راسين حربه. بالظبط. ده سؤال كنت عايز اساله ولا حاجه. فلكن هو شكله بيجرب يعني. هو غياب محمد صلاح اداله فرصه انه يجرب شويه. بص، كل تشكيل او يعني لما بقرا التشكيل بعرف الراجل هيشتغل ازاي. يعني وجود محمد صلاح بيشتغل بشكل معين، بيستغل الاطراف بشكل كويس. تريزيجيه وصلاح الاثنين هم العنصرين اللي بيعملوا لك خطوره، بيسجلوا بشكل كويس. كان اضيف حاجه لتريزيجيه في خلال الماتشات كلها اللي شفت، طبعا لعيب رائع طبعا. طب انا عايز اسالك سؤال اخير برضو كابتن حماده عن محمد محمود. انا خلص جزئيه مع تريزيجيه الفرديه شويه، دي اللي ناقصاه شويه، يلعب بشكل بيلعب جميل. يعني في النهايه لازم يشتغل مع المجموعه اللي قدام. تمام. محمود بقى انا اعتقد لحق يتمرن معاك يا كابتن. اتمرن معايا اتمرن معاك، كان سنه صغير كمان. رايك فيه كلاعب وكشخصيه النهارده بعد الدقائق اللي خدها خلال الماتش؟ عنده ثقه النهارده عجبني جدا. عنده ثقه، عنده التسليم والتسلم رائع طبعا، اتحرك كويس جدا. عنده اصرار، يعني ما هابش الموقف اللي هو اول ماتش بيلعبه مع منتخب مصر. تمام. لا بيشتغل بشكل كويس جدا، ومن اللعيبه اللي برده متحركه بتلعب في اكتر من مركز. تمام. زي ورده، زي
يعني ممكن تلاقي مهاجم تحت المهاجم بيلعب على الاطراف بشكل كويس. التسليم والتساند مهم جدا، اللعيب اللي عنده القدره اللي يقدر يستلم تحت الضغط وبيعرف يتصرف في الكره بشكل كويس. محمد محمود النهارده عملها في الوقت اللي لعبه، كان نطمن يعني ظهر بشكل كويس، نطمن على اللاعب يعني لاعب كويس. لا لاعب كويس طبعا كويس. كابتن اسامه، محمد صلاح سريعا قبل ما نروح الفاصل، شايف ان غيابه النهارده ادى فرصه لمستر اجيري ان هو يجرب بعض التاكتكس اللي ممكن عمله النهارده خلال الملعب، سواء ان هو بعض الاوقات لعب باثنين مهاجمين، جرب شخصيه اخرى للمنتخب زي ما احنا عارفين الفترات اللي فاتت كلها كان الاعتماد الكلي على محمد صلاح. النهارده غياب محمد صلاح ادى الفرصه للراجل ان احنا نشوف شخصيه جديده للمنتخب، سواء بتتمثل في تريزيجيه، في محمد النني، في بعض اللاعبين الاخرين. محمد صلاح من اللعيبه المهمه جدا اللي جم في تاريخ مصر، جم مع منتخب مصر تمام، ولما بيغيب بيبان اثر المنتخب من الناحيه الهجوميه. بيعمل حاله في النواحي الهجوميه، لما بيكون موجود في الملعب انت مطمن ممكن توصل للجون كل ثانيه كل دقيقه. يبقى في فرص، دايما يخلق فرص، مش شرط جماعيه، هو من نفسه تمام. وحتى اثره بيبان مع ليفربول لما كان برضو مع روما، مع اي فرقه راحها لا محمد صلاح مؤثر. لكن النهارده غياب محمد صلاح في مباراه سهله بيدي ثقه للعيبه ان احنا ممكن نكسب من غير محمد صلاح. الفتره اللي فاتت طلعت نغمه منتخب صلاح، ما بنكسبش غير عشان صلاح، فدي حتى تحرر اللعيبه، لا يعني ممكن نقدر نشتغل برده من غير محمد صلاح. بالرغم برده بقول لك محمد صلاح لا غنى عنه في منتخب مصر اكيد طبعا، وبيعمل حاله كويسه جدا، حتى هو دلوقتي من كباتن الفرقه اللي بيدي دفعه للعيبه، وجوده في الملعب فدي كلها حاجات يعني مهمه جدا منتخب مصر. لكن النهارده طبعا مستر اجيري، عدم وجود محمد صلاح لو كان موجود طبعا كان بدا من الاول، لا ادى النهارده فرصه لحسين الشحات يبدا يدخل بشكل بقى مع منتخب مصر وياخد فرصه كبيره. النهارده لو هو موجود كان ممكن حسين الشحات يبقى قاعد وينزل الشوط الثاني. النهارده برده غيابه ادى فرصه لمحمد محمود انه ممكن ينزل ويشارك في نص الملعب الحته اللي تحت المهاجم تمام. محمد محمود من اللعيبه كمان اللي عنده في الوقت اللي هو لعب فيه قليل عنده حته ميزه ممكن بيعملها وليد سليمان من اللعيبه اللي بتعملها في مصر، حته الربط ما بين الخطوط، انك لعيب يقدر يربط الخطوط ببعض، يربط النني وطارق حامد بالناس بتوع اللي تحت المهاجم او بالناس المهاجمين، هو عنده الميزه دي طبعا. هو عنده رؤيه في الملعب، يعني ده كله ظهر في الوقت القليل، حته الاستلام والتسلم اللي الكابتن حمدي بيقول عليها، لا عنده ميزه انت يهدى بالكوره، انت يهدى بالكوره وانت يسرع الريتم بتاع اللعب. دي برده ظهرت في الدقائق القليله، فهو لا خامه مبشره. خلي بالك هو برده على ما اعتقد مواليد 98، فانت النهارده بتتكلم في يعني 19 سنه ولا 20 سنه، فلسه قدامه مستقبل كبير ان شاء الله يكون مكسب للكره المصريه ان شاء الله باذن الله. طيب ده كان كلامنا عن منتخب مصر وفوزه النهارده على فريق سواتيني. طبعا بنبارك للمنتخب وكل الشعب المصري التاهل لبطوله الامم الافريقيه، وده شيء اكيد مهم، وكمان المنافسه على هذه البطوله شيء اهم بالنسبه للمنتخب المصري. نقفل ملف المنتخب ونروح لفاصل، بعد الفاصل هيكون معنا تقرير خاص باستعدادات النادي الاهلي لمباراه وفاق سطيف، وبعدين مباشره نعود عشان نستفيد اكتر عن استعدادات النادي الاهلي لدور قبل النهائي واياب هذا الدور بالتحديد في بطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، جه دلوقتي وقت الحديث عن استعدادات النادي الاهلي لاياب دور قبل النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا امام فريق وفاق سطيف. المباراه هتكون في الجزائر يوم الثلاث الجاي ان شاء الله على ملعب 8 مايو، هتكون مباراه صعبه ومهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي في مشواره في هذه البطوله. خلينا نبتدي بكابتن شريف، النهارده النادي الاهلي كان عنده مباراه بيستعد من خلالها امام المصريه للاتصالات، الفريق كسب بنتيجه 6-0، اهميه المباراه دي قبل مباراه كبيره زي مباراه فوق ستيف من وجهه نظر؟ اهميه المباراه طبعا الوقوف على حاله اللاعبين كلهم. ما شاء الله النهارده سعد سمير كان موجود في الملعب، سوليه موجود في الملعب وكان ليه الحظ والسبق انه يحرز هدف تمام. ميدو جابر رجع تاني، الاهداف معانا هي سلامة ابو صفرة سليمان، ده الهدف الاول لوليد سليمان، دي اهداف مباراه الاهلي ومصريه اتصالات النهارده، ده الهدف الاول وليد سليمان من كره ثابته، هو متخصص بصراحه في الكلام ده ما شاء الله عليه وليد سليمان. برضه ايه الثقه في انك انت
بتتعرض لضربه ثابته زي دي. ده الهدف الثاني ان شاء الله هنشوفها كتير يا ولد يا ولد. ده حمودي برضو نفس القصه ان هو بيفكر في هذا التفكير التصويبي. احنا حلينا في المباراه الجايه الارض صلبه جدا ومش هنعرف ده الجول الثالث ده سوليه لا لا ده الثاني لسه بتاع حمودي. دي القعده بتاع الجول الثاني جول حلو قوي بيفكر يعني احمد حمودي كويس بينشط الذاكره في التصويبات اللي هي من على الاجناب في ده الثالث ضربات. ده مين يا جماعه اللي جاب ده السوليه ده السوليه ودخوله والتفكير بص يعني هو 1 2 بعتبره 1 2 يعني طيب بالك الدخول في المنطقه دي. دي كانت يا كابتن شريف تلات اهداف كده تصبيره بس الجمهور الاهلي لغايه لما المباراه انتوا عندكم الحقوق تذيعوا المباراه هتتذاع الساعه 1 ان شاء الله على قناه المباراه كمان هنشوفها كلنا الساعه 1. فهو اصلا الوقوف على حاله اللاعبين ان هي مصابه مستشفى النادي الاهلي مستشفى النادي الاهلي النهارده ابرزت لنا سمير وسوليه ورجوع برضو اي حد عنده جد زي صلاح محسن الناس اللي هي كانت نازله وماتش يوسف وفاق الصيف كان عاملين لنا برضو حاله كلنا حتى احنا وفي المدرجات كان عندنا شد واحنا بنتفرج لان جات لنا اربع خمس فرص في الاخر تريحنا خالص طبعا. وكلنا كنا بنحط بدماغنا وبرجلنا معاهم بس هو ربنا طبعا التوفيق وعدم التوفيق. بتمنى طبعا ان الجهاز الفني يكون وقف النهارده على اللاعبين اللي هم يقدروا يساندوا اللعيبه الثانيه اللي هي راجعه حتى من المنتخب. يعني انا عندي مروان محسن لازم صلاح محسن يبقى موجود طبعا. يعني حاله مروان محسن برضو بتلعب 90 دقيقه مباراه وسفر ورجوع لازم يبقى له البديل. البديل حتى انا وانا بحط تشكيل فجاه انا دايما عايز العب دايما انا باتنين فراوده بستريح لما بلعب باتنين فراوده بس املك ازارو موجود برضو ازارو جاهز وازارو طبعا موجود. انا بحب العب باتنين فراوده لما بيبقى فيه اتنين فراوده بالنسبه لي انا. انما في حاله بقى زي الصيف وهتلعب باربعه بعوده سوليه جنب حسام عاشور مثلا او هشام محمد او اي حد من اللعيبه اللي هو هيشوفوهم جاهزين. انت خدت مني على فكره الفرقه ها اتفضل عشان كده انا بألف من دماغي خليها انا ف النهارده هو عنده اسلام محارب وقلت لي ميدو جابر رجع عنده ما شاء الله نص الملعب يقدر يتصرف في اي طريقه بيلعب 4 2 3 1 4 3 2 1 زي ما هو عايز 4 4 2 زي ما هو عايز وعلى حسب اللي هيحصل. الخيارات اصبحت مفتوحه الخيارات بقت بالنسبه له ادام الاصابات رجعت يعني يقدر النهارده يعتمد حتى لو سعد سمير مش هيلعب بيقولوا لي سليف كوليبالي اتعور في مالي ولا ايه انا مش عارف دي اشاعه ولا هنتاكد كمان الموضوع ده يعني نطلع من واحد نخش في واحد تاني فربنا يسترها معانا. على فكره ازارو النهارده برده كان موجود مع منتخب المغرب ما لعبش خالص المباراه خلصت 2-2 كان موجود على دكه البدلاء وما لعبش. انا شفته لعبه في ماتش قبل كده اخر ثلث ساعه المباراه اللي قبلها لعب ربع ساعه في الاخر الاسيست بتاع الهدف فاز 1-0 اخر ثانيه مظبوط وهو الحقيقه برده مع المنتخب بتاع بلاده متحرك بنفس الشكل وبنفس افكتيف قوي وحتى ابهر الراجل زي بيقول زي ما يكون قال للمدرب ايه انت زي ما كنت يعني انا استحق ان انا اكون موجود كلاعب دولي يعني. فانا النهارده اطمنت الحمد لله بمباراه اللي حصلت لنا دي بعوده اللعيبه مطمن قوي على الحمد لله ميدو جابر رجع اسلام محارب موجود في الملعب وليد سليمان بياخد الثقه السوليه بيرجع هي دي المكاسب الحقيقه اللي هي حصلت من مباراه النهارده. وده حتى جابوا ناس محمد عماره ميشو جاب جول برضه لعيب كويس والناشئين وعشان انا ما اخدش منك كل الكلام هرجع لك الفرقه تاني خد بالك كابتن حماده يقدر يتكلم. طيب كابتن حماده شايف اهميه التجربه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي عوده كمان سعد سمير اعتقد الاطمئنان عليه النهارده من اهم مكاسب المباراه ده شيء اكيد مهم بالنسبه للجهاز الفني قبل مباراه وفاق الصيف اهميه التجربه النهارده. بصوا يمكن النادي الاهلي عانى في الماتشات السابقه يمكن اصابات كتيره جدا موجوده في الفريق وقلنا البدلاء ما كانوش جاهزين اثر بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. يعني في مباراه الدوري ماتش الكاس بتاع الترسانه شفنا مشاكل كتيره جدا في الماتشين دول سببها يعني معلش يمكن الواحد يتكلم قلنا لا كان لازم الناس تبقى جاهزه تمسك الفرصه بشكل كويس جدا. الاداء كان مختلف تماما في ماتش الاتحاد تمام ماتش الترسانه لعب يمكن الترسانه اتلعب ببدلاء يمكن كان غصب عنه كان موضوع الاصابات كانت كتير قوي تمام وقلنا كانت مشكله برضه واللاعبين كانوا الدوليين كانوا مع المنتخب فقلنا مشكله الاصابات العضليه مشكله لازم تدرس بشكل كويس جدا لازم كلية حل لازم برضه زي ما قلت معلش مع حجازه بتكلم على البدلاء
البدلاء دي مهمه الجهاز الفني ازاي يجهز الناس دي، مسؤوليه الجهاز واللاعب. اللاعب برده كان لازم مهم جدا يبقى جاهز في اي فرصه بياخدها بشكل كويس. تمام. الواحد سعيد بعوده سعد سمير، المكان ده مهم جدا، كان عندنا مشكله كبيره في عوده السوليه في نص الملعب. بيه عندنا يعني الراجل عنده الناس كلها موجوده بالبدلاء، يعني ميدو جابر رجع زي احمد فتحي كمان، على فكره احمد فتحي كان مصاب، كان عنده كدمه فوق الركبه ما لعبش ماتش الترسانه، لاعب مهم اكيد. راجع بشكل كويس. فالحمد لله التيم مكتمل بشكل كويس جدا، ويمكن الراجل اطمن من خلال مباراه النهارده. مباراه سهله وعادي، بس وجود اللعيبه وبيشتغلوا في ماتش ودي بيستعد، واكيد ده بقى عنده ثاني عندنا وقت، عنده وقت وعوده اللعيبه من المنتخب ايمن اشرف ومروان اكيد ومحمد الشناوي. الفريق الحمد لله مكتمل في مباراه مهمه. يعني الراجل بيفكر بيخصص لافريقيا اكتر من اي حاجه. يعني في عشان خاطر افريقيا ممكن رايح ازارو الماتش اللي فات، رايح لانه الهدف الماتش الاهم يعني رايح اثنين لعيبه والشناوي مقابل بيبص على ماتش افريقيا اللي هو الاهم دلوقتي. النتيجه ما كانتش في صالحنا، ماتش الاتحاد الترسانه كان بدون اللعيبه الدوليين، بس زي ما قلنا عديت مش مهم، المهم ان انت خلاص صعدت ويعني حققت الهدف منه. ولكن الدوري لسه بدري، الدوري لسه قدامك وعندك ماتشات مؤجله وان شاء الله المجموعه كلها تبقى متواجده في الماتش الجاي، ماتش صعب. قوة وفاق الصيف في ملعبها، يعني هي دايما ما بتخسرش في ملعبها، ملعب ترتان، ملعب صغير بمساحات ضيقه، فبيساعدهم بشكل كبير، هم حافظينه بشكل كويس، وعنده العناصر اللي شكلت خطوره عندنا هنا الشوط الثاني. يعني الشوط الثاني قدروا يوصلوا كتير بشكل مسكوا الكره شويه قدروا ياخدوا نص الملعب. يمكن برضك حصل اصابات، حسام عاشور مش عارف اكتر من لاعب اتصاب، علي معلول، فحصل هزه في الشوط الثاني يمكن ماتش وفاق هنا صلاح محسن وصلاح محسن اول ما نزل شد نفسي يعني جاله شد. فدي كانت طبعا كانت غصب عن الجهاز طبعا، في حته التغيرات اللي حصل اللي هي اجباريه بتبقى بتشكل مشكله للمدرب لما بعمل تغيير اضطراري في اثنين مصابين في الملعب كتير. انت عندي ثلاثه عايز استفاد بالثلاثه يعملوا له تنشيط في مكان معين، ولكن حصل اصابات. فالحمد لله عدت النتيجه بسلام والماتش خلص 2. الماتش اللي هناك العوده ماتش صعب تمام، يعني أكيد طبعا ارضيه كمان ارضيه ملعب ترتان على فكره احنا مش واخدين على الترتان، ولكن اللعبه دي عندها خبرات في كل المواقف تقدر تشتغل بشكل كويس. كمان الميزه في الملعب ده بالنسبه للفريق الجزائري ان الملعب ده ساعته حوالي 16 او 17000 متفرج، تقريبا كل الملعب هيبقى مليان طبعا، هيبقى في ضغط كبير اكيد بالظبط، عمله ايجابيه الجمهور والملعب لصالحه هو اكيد طبعا، بس الخبرات بتاعت النادي الاهلي بتقدر تشتغل بشكل كويس في الاجواء دي بالظبط. كابتن اسامه النتيجه مطمئنه 2-0 في مباراه القاهره هنا للنادي الاهلي على فريق فوق ستيف، تطمن شويه قبل مباراه العوده ولا لسه شايف لسه في كلام كتير في المباراه دي، مباراه العوده بتحديدا؟ هي طبعا زي ما كابتن حماده وكابتن شريف قالوا هتبقى مباراه قويه جدا. دايما مبارياتنا مع شمال افريقيا سواء فرق جزائريه ومن تونس او المغرب دايما فيها طبع نديه وتبقى مباراه قويه وفيها عامل الجمهور والحماس. كان عندنا هنا ان احنا ممكن يعني نكبر النتيجه اكبر من كده تمام. يعني كان اتيحت اهداف طبعا، وليد ازارو احرز هدف، ما كانش فيه تسلل لهدف صحيح، حامل الرايه تسبب الغى الهدف، كان هدف صحيح يعني 100%. كانت ممكن النتيجه 3، وليد ازارو برده جاته فرصتين انفراد اللي حطها جنب القائم، والفرصه الثانيه اللي جات له بالدماغ حطها جت في العرض. بمناسبه الحكم حكم مباراة العودة هيكون الحكم الجنوب افريقي اللي هو فيكتور جوميز، ده ادار النادي الاهلي افضل الحكام في افريقيا. حكم كويس جدا، ده ادار مباريات الاهلي مباراة القطن الكاميروني في 2019. كان الحكم الاثيوبي برضه اللي ادار اللقاء الاولاني في مصر، ممتاز برضه، كان برضه مصنفين. كمان فيكتور جوميز كمان حكم للاهلي مباراة الاهلي والنجم الساحلي بتاعت 6-2 في سد برج العرب، وكمان الهزيمه الوحيده مع الراجل ده كانت امام كامبالا سيتي المباراه الثانيه في الدوري المجموعات. هو حكم مميز حتى حكم جيد بدنيا في الملعب، هتلاقيه مع كل كوره هادي دايما في معاملاته مع الحكم. هو ظهر في مباراه السنه اللي فاتت الاهلي والنجم الساحلي 6-2 كان مميز فيه، وهو من الحكام المميزين المصنفين في افريقيا. كان يستحقه يعني يا كابتن شريف؟ الله اعلم. يعني شايف ان يا كابتن اسامه المباراه لسه فيها كلام مباراه العوده ان شاء الله نعدي
اول المباراه، يعني المباراه ممكن تتصعب لو دخل لا قدر الله فينا هدف في الاول، ده هيكهرب الامور شويه. تمام. لكن بدايه المباراه مهمه جدا، الوقفه الصح، انك تقدر يعني تبقى الخطوط متقاربه. ان الجيل الصناعي ده مشكلته في عمليه الترنات، انت لما واحد بيجي يعدي منك وبرأسك انك تلف صعب. النجيله الطبيعي انت رجليك تقدر تلف بسرعه، يبقى عندك الرشاقه والمرونه انك تلف في النجيل الطبيعي. النجيل الصناعي هو مشكلته في الترنات، مشكلته كمان ممكن يجيب اصابات للعيبه. ما طبعا فلازم تبقى الخطوط متقاربه، ما يبقاش في مساحات ما بين الخطوط. حتى الوقفه ما بين لعيبه نص الملعب، ما بين الديفنس، ممكن واحد عدى مثلا من سليف كلوبالي ممكن يلاقي سعاد سمير، لا من اشرف. حته المساحات لو في مساحات بعيده. عايزين نطمن على سليف كلوبالي يا جماعه بعد اذنكم. لا سليف كلوبالي الحمد لله تمام، كابتن محمد يوسف امبارح تمام نفى حته الاصابه دي خلاص، يعني حسب ما الكلام طلع امبارح وقالوا ان في اصابه مع منتخب مالي، لكن لا الحمد لله هو يعني كويس. المباراة يعني هي بدايتها، البداية مهمة جدا، ولعيبة النادي الأهلي عندها خبرات، يعني في عندك وليد سليمان، عندك وليد أزارو، أحمد فتحي، عندك أحمد فتحي، عندك حسام عاشور، سعد سمير، عندك اللعيبة دي سعد سمير الشناوي، يعني عندك اللعيبة دي لعبت في أجواء صعبة، في مباريات مهمة، عندها الخبرات إنها تقدر تمتص حماس الجمهور، تقدر تسيطر على الكورة وتدور الكورة، وكمان هيديك برضو فرصة كويسة في المباراة اللي هناك. أنت راجع إن شاء الله من حتة الإجهاد اللي كانت موجودة في المباراة الأولى اللي أثرت خاصة في الشوط الثاني وظهرت ادت التفوق لفاق صليف، انت ان شاء الله التدريب رايح مريح، عندك فرصه اللي راح النهارده لعيبه المنتخب لعبت، عندك لعيبه النادي الاهلي النهارده المباراه الوديه بدات تطمن على اللعيبه الاساسيه. انك عندك فتره راحه، اللعيبه تقدر تريح، تقدر تروح للمباراه في اجواء كويسه، اللعيبه مش محمله، اللعيبه ذهنيا تبقى جاهزه. وان شاء الله يعني نقدر هناك كمان المباراه زي ما بقول لك تقدر المساحات اللي بتميز النادي الاهلي بقى طبعا. اللي بيستغلها وليد سليمان، اللي بيستغلها وليد ازارو، مستغلها كان صلاح محسن، يعني ان اللعيبه دي بتحتاج مساحات. فانت النهارده فاق صليف اكيد هينزل من اول مباراه هيضغط على النادي الاهلي تمام، هيلعب ضاغط من فوق. انت النهارده لو قدرت تسيطر على كره تسحز الكره هتظهر بقى المساحات اللي بيشتغل فيها وليد ازار وكل اللعيبه دي. طيب كابتن شريف، خليني اقول لك ان الاعلام الجزائري مركز شويه على غياب علي معلول، شايفين ان غيابه هيكون مؤثر بالنسبه للنادي الاهلي او هياثر على النادي الاهلي وهيكون مكسب ليهم غياب علي معلول، وكمان بيتناولوا او بيتكلموا بشكل مفصل وشكل كبير على اهميه سليف كلوبالي وتالقه خلال المرحله الاخيره بشكل كامل مع النادي الاهلي. شايف غياب علي معلول هيكون مؤثر على النادي الاهلي بالسلب؟ والله اي لعيب بيبقى عنده خبره زي علي معلول وانا بفقده في مباراه زي دي، الحقيقه احنا بنحاول نرد عليهم، نقول ان ايمن اشرف هو باك ليفت منتخب مصر. يعني مش لو عايز ترد نفساني بقى عليهم تقول انا عندي باك ليفت منتخب مصر وهو الذي سيقود هذه المهمه، ويتمتع بصغر السن، يتمتع بالانطلاقات للخلف وللامام، وعنده من الدفاعات اقوى من علي معلول، هو كمدافع صلب شويه عن علي معلول، وبيقدر جوكر، بيقدر يضم لجوه ويغطي على سليف ويغطي على اللي هيلعب جنب سليف كلوبالي ان شاء الله. يعني هو عنده مميزات كتير قوي تعوضني عن غياب علي معلول. علي معلول الحقيقه هو لما بيتحرر في المباريات الخارج مصر وبيعمل الزياده العدديه، ومش ساعات بشوفه بيفيدني كتير قوي، ساعات بيجيب جوال كمان، يعني عنده ملكه دلوقتي انه بيحرر نفسه، بيجهز نفسه ان هو يعمل تصويبات. والنقطه اللي انا عايز اقول لك عليها أنا أسامة إن هم هيضغطوا علينا، يعني عايزين إحنا نضغط عليهم هناك، ما عندهمش حرية اللعب، سهولة إنه يوصل لغاية نص الملعب عندي، سهولة إنه يروح يحس إن الدنيا بقت مزنوق هو فيها، فيعمل لي كرات على طول طويلة يخش عندي على منطقة الجزاء، فإحنا نعمل الرد ده، فنلاقي الرد ده هم اللي بيردوا، هم اللي بيشوطوا. أخطر حاجة في الملاعب وكلنا عارفين إن هي تصويبات من الخارج، اللي هي ترتيب الملاعب الإنجليزي الصناعي، إنك أنت تصوب من بره، هتعمل سكيتنج ودول بيرشوا الملعب ميه قبل الملعب قبل ما نبتدي، فبتعمل سكيتنج، ويمكن بركات لدعهم لدع مرودية الجزائر قبل كده واحدة كان أمام أعتقد شباب في 2005 2005 اتحاد العاصمة اتحاد العاصمة بركات الملعب الإنجليزي الصناعي بركات راح باعت له واحدة جاب جول حلو قوي قنبلة نفس الملعب راحت واحدة عاملة سكيتنج ورايحة من جنب إيد الجول، هي دي يعني روشيتا هي دي التفكير. انا ليه عجبني حمودي هو بيعدل وبيبعت النهارده ليه عجبني دخول سوليه بانطلاقاته بيخش ويرجع ورا الملعب، هتحس ان هو صغير، يعني اقدر اخد خطوتين ابقى في منطقه الجزاء، خطوتين ابقى في نص ملعبي تاني بقى. ليه عجبني انا ان اللعيبه بتاعتي اللي هي عماد الاساسي او القام الاساسي بتاعي اللي انا اعتمدت عليهم في الفتره اللي اول ما مسك الجهاز الفني رجعوا تاني الحمد لله بقوا جاهزين ان هو ممكن يشتركوا. انما 2-0 يعني دي نتيجه على
عاطق الفرقه الثانيه مش عليا انا. طبعا. انا لازم يبقى عندي التيمبو بتاعي ايقاعي اهدى من كده، ما بقاش خايف، ببقى عارف ان انا عندي برضو. وعندهم الراجل من نمرة 10 ده حماده اسمه ايه؟ مؤمن جابو، عبد المؤمن جابو. عبد المؤمن جابو ده هو الـ هو الـ هو التيم، هو الايقاع بتاعهم. عنده ثقه في نفسه وبيعمل نفسه هيشوط ويرقص. هو بيلعب بحريه كابتن حماده. راس الحربه برضه هو قوي جدا. بيتحركوا سويتشات، يمكن سليف عارف يقف عشان كان في مصر. وهم كمان لعبوا هنا كويس قوي. ليه؟ لان ارضيه الملعب تسمح لهم انهم يلعبوا كويس. هم مش هيبقوا بهذا الشوط الثاني الاهلي يا كابتن شريف ظهر عليه الجهاز. بنلعب تسعه الشوط الثاني، بنلعب تسعه. اللي حصل كمان بتلعب تسعه يا كابتن اسامه هناك في، انا كنت قاعد في الماتش بتفرج، حاسس ان احنا ناقصين اثنين لعيبه في وسط الملعب. وتعويضات انك انت تشوف ان لعيب عندك زميل وقف. كنت شايف برضه مؤمن زكريا ما بيساعدش، تنبه ليه متاخر، تنبه لما كان الضغط علينا لو دخل فينا جون كانت مشكله بينا، بنندى عليه كلنا من المدرجات يعني. فاحنا كل اللي نقدر نستطيع ان انا متفائل بعوده مؤمن زكريا والله الفتره الجايه دي. انت بتتفائل؟ ان شاء الله يعني، اتمنى، لان هو لعيب خبره ولعيب مهم جدا بالنسبه لي. يا عم لعيب خبره بس يرجع يديني خمس اللي كان بيديه لي زمان يعني. ده لعيب عنده قد كده 500 مره بالظبط كده. عشان كده ده اللي انا عايز اقوله يعني. هو عارف ان احنا بنحبه وعارف ان احنا، بس احنا كل اللي عايزين منه ابسط انتاج عنده اللي كان بيديه لنا. ده كان بيلعب بخطوط لاين فيرود ده لوحده يعني. كان بيسرق اي ماتش وبيروح وبيلعب بشماله وبيعمل بيني وبيضرب ضربات ثابته بيجيبها جوال. ما احنا شفنا منه كل حاجه الحقيقه. فبنتمنى ان هو يرجع لعهده القديم يعني ان شاء الله. اللي انا عايز اقوله لك بس اهم حاجه وبكررها ونبي للاعيبتي واخواتي اللي هم لعيبه النادي الاهلي، فكر في التصويب، ما تتهزش لو دخل فيك جون. في عوامل كتير قوي زي ما قالوا الكابتن، هتبقى عندك عامل الجمهور وعامل الارض وعامل اي حاجه بتساعدك انت ان هي عايزه تهزك في اول 20 دقيقه. انت ادام سيطرت على نفسك في اول 20 دقيقه فانت الملكه باذن الله الاحسن لعيبه اللي هم لعيبه النادي الاهلي. كابتن حماده لو حضرتك مكان مستر باتريس كارتيرون، السيناريو اللي هتبتدي بيه مباراه زي دي هيكون ايه؟ يعني اول حاجه لازم الضغط اللي بعمله يبقى ضغط، مش لازم اعمله من المنطقه الاماميه، ولكن الضغط الجماعي مهم جدا. يعني ابتدي ضاغط؟ لا مش لازم اعمله من قدام. انا قصدي الخطوط كلها تبقى قريبه من بعض. تمام تمام. ازاي ما اديش مساحات للعب خالص. النادي الاهلي يعني بينفذها بشكل كويس، اللي هو بيعمل ضغط، بيجيب استخلاص بشكل كويس بنص الملعب لما بيلعب حسام والسوليه او هشام محمد. الشكل اللي عملناه في الترجي هناك ازاي قدرنا قفلنا مساحاتنا. الوقفات الدفاعيه مهمه جدا والواجبات الدفاعيه للعيبه. ازاي ما افقد الكوره، السيناريوهات اللي موجوده بعمل ضغط جامد من قدام من مكان ما بفقد الكوره، ولا برجع بعمل زون ديفنس. ازاي اخلق فرصه للسرعات اللي عندي ازاره. اللعب كله انت لو جبت هدف بوظت الماتش بالنسبه له يعني. الماتش هيكون خلاص شبه اتحسن. بالظبط بالظبط. ف بتقعد طول الوقت انت ازاي تخلق مساحه عشان تجيب هدف. وليد سليمان تحركاته، ميدو لو لعب، حمودي لو لعب، ازارو في التحركات بتاعته الاماميه. اهم حاجه الوقفات بتاعتي عامله ازاي. مش لازم العب زون ديفنس او من قدام بعمل ضغط من قدام، بس لازم كلها قريبه من بعض. احنا مشكلتنا لما بنفقد نص الملعب، سيطره نص الملعب. النادي الاهلي الميزه بتاعته اللي هو ازاي بيعمل استحواذ بشكل كويس، بينفذها حسام عاشور بشكل كويس. السوليه، هشام محمد، بدور الكره ازاي، امتى بهاجم بطرف من الاطراف والتاني بيستنى. ده مهم جدا. الالتزام هو بيبقى موجود عند يعني اللعيبه عنده لما بيلعب بره ملعبه بيبقى فيه التزام دفاعي شويه وغصب عنه جواه. من جواه يعني. مهما تقول لا هو بيبقى حاجه نفسيه كده، حاجه نفسيه بيبقى فيه تراجع، بيبقى واقف بشكل كويس. طبعا بيبقى في سيناريوهات المدرب بيقولها امتى ممكن ابتدي الماتش ضاغط جامد من قدام وبعد شويه برجع بقفل مساحاتي بشكل كويس. الناس المهمه اللي عندهم عبد المؤمن جابوا ده ازاي اقف معاه كويس، لعيب كويس متحرك بيخش جوه الملعب وحر، ما تلاقوش يمين بس، هو بيبتدي يمين بتلاقيه مره واحده تحت راس الحربه يروح الناحيه الثانيه. خطر راس الحربه اسمه حبيب قوي جدا، بيعمل ضغط على المدافعين، بيتحرك كويس جدا. عندهم نص الملعب بيعرف يمسك الكوره بشكل كويس، فازاي انت تعمل الضغط ما تخلوش يحضر في المنطقه بتاعت الشغل نفسه. الضغط المسافات القريبه ده مهم جدا بالنسبه لك. زي ما قال اسامه ازاي اعدي اول ربع ساعه ثلث ساعه، ازاي امتص حماس الجمهور، ازاي امتص حماس اللاعبين النازله. طبعا هو ما عندوش حاجه غير لازم يجيب جون واثنين يعني عشان يخش عشان يتعادل فهو عنده
مشقة، عنده ضغط عصبي جامد عليه، ازاي تقدر انت تعدي عليه دوت؟ ازاي تقدر تعمل انت الضغط كويس؟ ازاي تخلي الضغط الجماهيري عليه هو مش عليك انت؟ تمام. لو الوقت بيعدي، لو انت ماسك كورة بتشكل خطورة عليه، ربنا يكرمك بهدف، الموضوع هتبقى سهل جدا، مهم جدا يعني. ان شاء الله. كابتن اسامة حسني، بكرة الفريق اجازة، بعد بكرة هيستأنفوا تدريباتهم وهيكون الدوليين رجعوا ان شاء الله بالسلامة من سواتري ويخشوا بقى في المرحلة الجدية جدا قبل هذه المباراة. ايه المطلوب من الجهاز الفني للاعبين في الاسبوع ده لحد يوم المباراة ان شاء الله؟ انا بس قبل ما اجاوبك على السؤال ده، يعني احنا كنا بنتكلم عن مباراه المصريه الاتصالات النهارده والايجابيات. طبعا النهارده عوده رامي ربيعه شارك في جزء المباراه. رامي ربيعه بقاله فتره بعيد عن الملاعب، فالحمد لله بقاله فتره كبيره. يعني حظه وحش في الاصابه اللي فاتت، لكن النهارده عودته ان شاء الله نتمنى له يبدا يدخل واحده واحده. ان رامي ربيعه طبعا من العناصر الاساسيه والمهمه في دفاعات النادي الاهلي، فنتمنى ان شاء الله انه يبقى يعني كويس خلال الفتره اللي جايه. والحاجه الثانيه المهمه جدا وعجباني في باتريس كارترون، انه هيبدا ان شاء الله ممكن يعتمد عليها، هي حته عينه بقى على قطاع الناشئين من النادي الاهلي. النهارده شفنا خمس ناشئين بدا استعان بيهم في المباراه وبدا يديهم في المباراه. النهارده ابتدى محمد عبد المنعم مواليد 99، ده من المساكين ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي. النهارده ادى مصطفى شوبير في حراسه المرمى، طبعا حارس مميز. ادى عمار حمدي. ادى النهارده محمد عماره ميشو، ده كنت كان ده مساك لما انا كنت شغال في قطاع الناشئين من النادي الاهلي مع كابتن سمير كمونه، ده جبناه من الجونه. فالنهارده بدا لعب كويس يا كابتن سمير، لعب كويس ومساك، عنده الروح القتاليه في الملعب. مواليد كام ده؟ ده مواليد 98. حلو. في عندنا برضو كريم يحيى باك رايت. فالنهارده ان هو يبدا يحط عينه على قطاع الناشئين ويبدا في خلال فتره التوقف يستعين بيهم ويبدا يديهم فرص او ناس تتمرن، فدي حاجه برضو سياسه يعني مستقبلية. يعني حاجه كويسه من مصر كتير انه يبدا يطبق السياسه دي في النادي الاهلي، وكنا محتاجينها ان احنا تحس ان كان في جاب ما بين الفريق الاول وقطاع الناشئين، تحس ان ده منعزلين عن بعض. لكن النهارده هو بدا يقرب الناس حتى في قطاع الناشئين، حتى الناس البعيده بدا يشارك كل الناس، فهو يعني الحمد لله ناجح في الحته دي. تمام. بالنسبه بقى للفريق والجهاز الفني والاسبوع ده، شايف الاستعدادات المفروض تبقى ازاي؟ مطلوب ايه من اللاعبين سواء من ناحيه التركيز، من ناحيه الجديه في التدريبات؟ شايف الامور بتبقى ماشيه ازاي؟ وانت اكيد مريت بمراحل زي دي كتير جدا مع النادي الاهلي. طبعا يعني حته بقى الانسجام ترجع تاني للنادي الاهلي بعد غياب بقى خلال اسبوع ال 10 ايام، لعيبه في المنتخب الاولمبي، لعيبه في المنتخب الاول، لعيبه بتتمرن، فانت تبدا بقى تجمع الفرقه مره ثانيه. اكيد لعيبه المنتخب يعني بعد ما هيرجعوا هيبقى ممكن ليهم يوم استشفاء او يومين تمرينات خفيفه تبدا تاهلهم. تمام. انت خلال الفتره اللي جايه، انت خلاص انت بتتكلم النهارده الثلاث، هم ماتش الثلاث الجاي يرجعوا الخميس، سافروا يوم الحد 21، فانت بتتكلم مثلا في اربع خمس ايام هيبقى التمرين في الحمل المتوسط، مش هتقدر ترفع بدني خلاص. كل ما بتقرب للمباراه انت محتاج تركز على الدوافع، تخلق دوافع للعيبه، تبدا تهيئهم ذهنيا للمباراه. النهارده ازاي تبدا تعمل محاضرات تحفظهم فاق الصيف على ملعبهم، هيبداوا يتفرجوا على مباريات، اكيد ممكن يشوفوا جزء من مباريات فاق الصيف في مصر، بس الاهم تشوف فاق الصيف على ملعبه مع الوداد لما كسب 1-0 مع الوداد، ودي من المباريات اكيد اللي هيدرسها الجهاز الفني وباتريس كارتون، انه هيفرجها للعيبه، هو هيقطع اجزاء من المباريات يشوف وقفه اللعيبه، يشوف بدايه المباراه، انهاء الهجمه عندهم، العوامل الخطره، وقفتهم وهم بيهاجموا في خط الدفاع، ايه نقط الضعف اللي ممكن تستغلها. فهو هتبدا تحفظ الفرقه وفاق الصيف، وهتبقى خلق بقى دوافع ازاي تدفع، يعني تعمل دوافع للفرقه. انت النهارده ربنا يكرمنا وفاق الصيف هتلعب نهائي افريقيا، فدي حاجه كبيره جدا ان شاء الله. النادي الاهلي، النادي الاهلي من سنه 2013 ما خدش بطوله افريقيا، فده دافع لوحده. محمد يوسف هو المدير الفني، ان شاء الله يكون وشه حلو برضه السنه دي وناخد البطوله. اتكلم بقى لك خمس سنين ما خدش بطوله افريقيا. ان شاء الله في حته كمان، ان احنا كلنا عارفين ان اضعف حاجه في فوق الصيف الديفنس بتاعه. حقيقه احنا نقدر اللعيبه تبقى عارفه وحافظه قد ايه في اخر 10 دقائق راحوا على الجول، واللعيبه كل ما بيعدي عليها وقت الديفندر بتاع وفاق الصيف بيقلوا مش بيزيدوا. يمكن يكونوا على ارضهم حاجه ثانيه، انما اعتقد ان هم مش بالنوعيه اللي هي تقلقني قوي ان هم يقدروا على ازاره والانطلاقات اللي جايه من الخلف بتاعت لعيب النادي الاهلي. طيب كابتن شريف، احنا متقدمين 2-0 في النتيجه. هل من الافضل ان انت تغير طريقه اللعب في مباراه حساسه ومهمه زي دي، بحيث ان انت مثلا تلعب بثلاثه في نص الملعب وتامن نص الملعب عندك، وخصوصا ان انت مستريح على النتيجه 2-0، ولا يكمل زي ما هو زي الطريقه المعتاده 4-2-3-1 بالنسبه للاهلي؟
4-3-2-1 4-2-3-1 هي دي الطريقه الامثل اللي هم بيلعبوا بيها. انت تقدر تدور من وسط الملعب، يعني تقدر تدور جوه الملعب ازاي تلعب، لدرجه انك ممكن توصل 4-1-4-1 يعني تقدر توصل لكل حاجه انت بتشوفها على حسب الملعب. هو لما هيروح هناك ويعمل تمرينه واحده بس على برضه ممكن يحصل له اي تغيير في دماغه، ممكن يعمل له اي حاجه، ممكن يحصل اصابه ولا حاجه، يحس بلعيب يعني كان مصاب ولا واقف على رجله على حلو يخش دماغه ويدخله جوه الفورمه. يعني في حاجات كتير قوي احنا ما نقدرش نكررها دلوقتي اكتر من احنا نقول ان هم عندهم فرصه كبيره قوي زي ما انت قلت 2-0 2-0 نتيجه كبيره مش قليله، وان انت بتلعب على هدف هناك. يعني انا لو ما لعبتي مش مركزه ان هي تجيب هدف فتنهي المهمه، هدف واحد هناك يستغل بقى ازار ويعوض الفرص اللي راحت مننا هنا في مصر، فرصه واحده تخلينا في الفاينل. يعني هو ده يبقى عنوان الماتش، فرصه واحده احنا في الفاينل. يعني هي دي بس الحكايه. عايزين المجد يطلع قماش، وهو بيستغرب ازاي ضيعها. هو اللي الجميل في ازارو عنده ستايل كده بيعمل كده، مش عارف يعني، واحنا كمان مش عارفين والله يعني ازاي هي بتروح. فان شاء الله المجد يطلع قماش، وبعدين هدف واثنين وثلاثه، ويمكن اليوم يبقى يومنا باذن الله من الاول من بدري بدري. يعني في حاجه اخيره حابب تضيفها بخصوص النادي الاهلي قبل المباراه دي؟ لا باذن الله بتمنى لهم كل التوفيق، يروحوا ويرجعوا بالسلامه ان شاء الله باي نتيجه، ووصلانين للفاينل باذن الله ان شاء الله. كابتن حسام صدقي حابب تقول اي حاجه قبل ما نختم؟ بندعي لهم بالتوفيق، ربنا يوفقهم في حاله بدنيه وفنيه كويسه زي ما قال اسامه. مهم جدا الاسبوع دوت في التاهيل النفسي، مهم جدا، والشغل كله تكتيك الاسبوع دوت، ما فيهوش حمل عالي في اي حاجه. تمام. فبتمنى لهم التوفيق يا رب ان شاء الله، يبقوا اللعيبه نفسها حاسه بالقيمه بتاعت الوصول وكاس افريقيا اللي بقى لنا فتره ما يمكن 2013. فان شاء الله يبقى لنا حظ كبير بقى في النهائي ونكسب النهائي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن اسامه. يا رب ان شاء الله يوم 23 كل جماهير مصر تفرح ان شاء الله بصعود النادي الاهلي للمباراه النهائيه في بطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب بشكرك يا كابتن شريف، نورتنا وشرفتنا النهارده. انت اللي منور الدنيا يا امير، وبنشكرك على استضافتك لينا الجميله دي. ربنا يخليك يا كابتن شريف. بشكرك كابتن حمد، نورتنا وشرفتنا. الله يخليك. شكرا كابتن اسامه. شكرا امير. حبيبي كابتن اسامه. طبعا دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب الاهلي، اتكلمنا بشكل مفصل عن مباراه المنتخب النهارده امام سويتني وفوز المنتخب وتاهله بشكل رسمي كمان لنهائيات الامم الافريقيه في الكاميرون 2019، وكمان اتكلمنا بشكل دقيق عن استعدادات النادي الاهلي لاياب دورنس في النهائي امام فريق فاكس تيف ان شاء الله يوم الثلاثاء. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه ويتاهل لدور النهائي من هذه البطوله، ومن ثم تحقيق هذا اللقب الغالي. ما تنسوش ان شاء الله الساعه 1 بعد حوالي ساعه ونص من دلوقتي هتتذاع مباراه الاهلي والمصريه للاتصالات اللي كانت النهارده واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 6-0، هتتذاع على قناه النادي الاهلي الساعه 1 ان شاء الله عشان كله يطمن على الفريق قبل المرحله المهمه المقبله وقبل مباراه فريق وفاق ستيف. ان شاء الله نتمنى نكون وفقنا في نقل وتحليل لمباراه مصر النهارده والحديث كمان عن النادي الاهلي، ونتمنى كل التوفيق سواء المنتخب المصري او كمان بقى المرحله الجايه بالنسبه للنادي الاهلي، نرجع نفرح تاني ببطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا النهارده من ملعب الاهلي، استنونا حلقه جديده، تصبحوا على الف خير.